من تاريخ الرياضة المغربية نساء من ذهب. أولا الكتاب أعتبره مناسبة للاحتفاء ولتكريم المرأة المغربية الرياضية، المرأة المغربية اللي كما يعلم الجميع يعني عندها سجل هائل في الإنجازات والألقاب. ربما احنا من البلدان العربية القلائل للمرأة المغربية، المرأة يعني ولجت الميدان الرياضي وقت اللي كان يصعب على العنصر النسوي يعني مغادرة البيت أو مغادرة. الحمد لله تاريخنا الرياضي يشهد على أن هناك أسماء عديدة وجب الوقوف لها إجلالا واحتراما للدور اللي لعبته في المجال الرياضي. فكرة يعني إصدار هذا الكتاب انطلقت من يعني هذا المنطلق، هو أن ضرورة توثيق محطات التي قطعتها المرأة المغربية في الرياضة لا على المستوى الوطني ولا كذلك القاري أو العربي بل حتى العالمي. انطلقنا من رائدات الحركة الرياضية النسوية يعني في فترة الخمسينات قبل الاستعمار قبل الاستقلال، حيث أن كان معروف أن كانت فئة من النساء المغربيات خصوصا منهن المحظوظات اللي كانوا سمحت لهم الظروف ديالهم لا العائلية لا المجتمعية أنهم يرتادوا المدارس المؤسسات التعليمية، حيث كانت المناسبة أنهم يتعرفوا على الرياضة داخل المدارس العمومية. انطلقت الحركة الرياضية منذ ذلك الحين بداية السبعينات تحديدا 72 كانت البوابة الأولى للمرأة المغربية نحو العالمية من خلال مشاركة البطلتين فاطمة الفقير وملكة حدقي ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ في مقر 72، مرورا ب 84 لوس أنجلوس لو المتوكل، ومن بعد لو المتوكل انطلقت المسيرة الحقيقية للمرأة المغربية. الكتاب يتكون ويتشكل من 224 صفحة، فيها تقديم شرط تقديم التوقيع بالسادة نادية بن علي الكاتبة العامة لوزارة الشباب والرياضة. هناك نبذة تاريخية عن مسار المرأة المغربية والرياضة، ثم هناك بطاقات تعريفية أو شهادات لبطلات مغربية، بطلات مغربيات كنول المتوكيل زادوان وهي أعراب فاطمة الفقير يعني الراحلة سميرة الزاولي فاطمة عوام مرحمة، يعني عدد كبير، واختارنا أن كل نوع رياضي تجدوا بطلة أو اسم كبير. فكما قلت في البداية هذا الكتاب عبارة عن تكريم للمرأة المغربية، هناك حكايات عديدة لبطلات ولجنة الميدان الرياضي في ظروف صعبة، ورغم ذلك نجحنا في يعني تحقيق إنجازات سيئة.